ما تبقاش حمار امال وتقول لا. هو في النجع كله اجمل ولا احلى من نسمه بنت حسان؟ وتفيد بيها حلاوتها يا ابوي ما دام حددها قبلي. عيب عيب تقول الكلام ده على بنت عمك، عيب. خلي عمك نخوه. مش انا اللي بقول يا ابوي، كل اهل النجع بيقولوا انهم شافوها واقفه قدام همام لزق نفسها في نفسه. تقدر تقول لي كانت بتعمل ايه؟ النظر قداع ولا شافوها من بعيد. طب تقدر تقول لي كيف هنرفع عيني في عين همام البنداري وانا شاكك انه ممكن يكون خد مرضي في حضنه قبل مني؟ كيف اتحمل يا ابوي؟ البت حلفه وهمام حلف قدام عيلته وانا شاهد على كلامه. ابدا عايز ايه تاني؟ يخرب بيت ابوه. الشك ملوش دواء يا ابوي، ملوش دواء. لو عايز تجوز اختي فاطمه المناع ماشي، انت حر، لكن ما تربطش جواز اختي بجوازي. ده اخر كلامك يا فالح يا ولد الفالحه؟ ايوه يا ابوي. اذا كانت البت مظلومه مين اللي هيستر عليها؟ كلم مين؟ كان الموت يسترها، لكن ما دام استحصروها في الموت يبقى يتحملوا عارها. طب اقفل خشمك وخلي كلامك جواك لحد ما تمام الجواز. صدقني يا ابوي، البيعه خسرانه خسرانه. لا مناع هيقبل فاطمه ولا انا هقبل نسمه، وخلصت لحد كده. عن اذنك يا ابوي. عامل زعلان يا علي؟ اسمع كلامك واتجوز فاطمه. انت ولدي صح، رفعت راسي. ما اقدرش اكسر كلامك يا ابو مناع. يا فاطمه، طب والنبي انا بحبها كيف بنتي تمام. الحقيقه البت غير ابوها خالص، البت عجينه تانيه. اقول لك ايه يا امه، عارف فهم البت فاطمه ان انا مشاغلي كتير جوه في بندر وبغيب بره البيت بالشهور، مش عايز دلع بنات. ابقى غيب براحتك. يلا يا جينا خدي عديله وروح زورهم. يلا يلا. اقول لك ايه يا نسمه، عايزك تعالى. مبروك يا كبير، اقعدي. سمعت كلامك اهو يا اختي يا حبيبه قلبي يا عسله. ربنا تمام تمام. حسك عينك تنطق، حسك عينك تنطق بحرف عن اللي تعرفي عني هناك، فاهمه؟ فاهم. محدش عارف الحاجه دي غير انتي وعم ناجي. يعني خشمك ده ينقفل. خشمك ايه؟ ينقفل. خشمك ايه؟ ينقفل يا مناع. واه شاطره. ما تخافش يا اخوي، ان شاء الله ربنا يتمها لك على خير. بس انا عايزك بس لما تعرف البنت فاطمه وتعاشرها فكرك كله هيتغير. ولو مالكيش غرض يعني من جواز الشاهين دي نبوظها لك، ابوي ما بيردليش كلمه. شاهين زي اخويا مناع، عمري ما فكرت انه يكون راجلي، وبصراحه انا لا عايزه اتجوز بدل ولا جبران خاطر. خلاص نفضها سيره، ويعني كان يحيى شاهين. ربنا يخليك لي يا مناع يا اخويا يا رب. صحيح يا ناس، ما يجيبها الا رجال. جميله بنت جميله، قومي فزي. صباح الخير يا مرتي. صباح الخير. بقول لك ايه، عايزك تجهزي لي الحمام، عايز اتسبح. هذا يا اخوي، هذا يا رجلي. اعملي لك ام اموال. بقول لك ايه كمان، عايز اطلع من الحمام الاقيك محضرالي صحن بيض مقلي قد كده ويكون سخن ومهوج. حطي 30 40 بيضه، البيض اللي تلاقيه قدامك حطيه. حاضر، بس الاول هودي الغيار في الحمام. وخد بالك من الجرح، لا يتبل، ده لسه ما طابش واحنا ما صدقنا. جرح جرح ايه؟ حمام ما يحاولش في جروح. السلام عليك يا مناع، حبيبي وصاحبي. ايوه ازيك؟ وحدك ولا حد معاكي؟ لا مستنيك. ما حدش معايا، انت فين؟ القطر على طول مسافر. وطبعا مش هقدر اسالك مسافر فين وجاي منين. خلاص يا نورهان، بقيتي سفري وترحالي،
اليوم بقيت ليكي وحدك. اليوم بس؟ صدقيني لو قلت لك اني قبل ما اعرفك كنت عيل تايه ماشي في طريق ضلمه حوالي وحوش من كل شكل وكل لون. نفسي اعرف بتجيب الكلام الحلو ده منين. تصدقيني يا نورهان لو قلت لك انا نفسي ما اعرفش، لما بكلمك بحس ان حد تاني، حد معرفوش. ما تعرفوش؟ ما تعرفوش ازاي؟ بالعكس انت جواك طفل صغير وجميل وبريء وطيب. ايوه كده، سمعيني الكلام اللي عمري ما سمعته في حياتي. انت تستاهل كل خير يا منى. الله، اسمي طالع من خشمك زي العسل. اول مره احب اسمي. بذمتك حد يسمي ولده مناع؟ بدل ما عجبني يبقى احلى اسم في العالم. خلاص انا هقفل التلفون على كده، وبكره اكون عندكم احدد ميعاد الليله الكبيره. تصبح على خير يا مناع. وانت من اهله يا روح مناع، يا قلب مناع. ما شاء الله يا ما شاء الله، المية زينة قوي مش عادمة، طعمها مسكر. الخوف أحسن المية اللي تحت الأرض تخلص. لا، المهندس اللي ركب المكنة طمنا واتفق مع المهندس عمر، وعمر حيعرف كيف يدور المكنة. لا مؤاخذة يا كبير، أنا الجدع اللي اسمه عمر في الأرض دي، ولازم ترد الاعتباري وتمشيه من الأرض حالا. عمل لك إيه ولد الفرطوس ده؟ هني وشتمني، ولولا إنه ضيفنا وصاحب مناع أنا كنت قتلته. جريات، هو القتل بالساهل كان عامل لك ايه؟ انت حتى راجل طيب، انت لسه بتسأل وبتدافع عنه كمان؟ انا هروح اقطع لك خبره. وقف يا مغوري، وقف، انا هريحك. ريحني كيف؟ شايفك ساكت، ولد الكبير بيتهان قدامك. ولدك جاه اشتكى لنا مش لحد تاني. يبقى خلاص ريحني ومشيه، والا هاخد عياله وهملكم وما ليش صالح بارضكم دي. عايز تخلع يدك من يدي يا ولد عمي؟ لما الكبير يبقى لعبه بجد ولد صغير مش همشي وراه بلعبه زيه. اختشى يا مغاور، انت بتكلم الكبير. هي دي الحقيقه يا ناجي، حسن ملافظه. هي دي الحقيقه، كلنا لعبه بجد مناع بنتيع عمره بس، كله ملناش لازمه. وتنكر ان مناع هو اللي بيدبر حالنا؟ لولا ما كناش نعرف نزرع الحشيش ولا نبيعه. عشان انت اللي ركبته على نفسنا واحنا طوعناه عشان خاطرك، لكن لما توصل يعني انه يتحكم فينا ونبطلوا زراعه الحشيش، الحشيش اللي معيشنا بنعيم هنقول له لا، مش هنشتغل عندك انفار. وبقول لك ايه؟ بقول لك يا مناع، انا زي ابوك ومش همشي وراك. امال هتمشي ورا مين يا مغاوري؟ حد قال لك عليا صغير ومش عارف مصالحي؟ يبقى خلاص انت نويت تخلي في الكبير وتزرع حشيش. شوفوا، هاخد نصيبي في ارض العين وازرعها كيف ما انا هزرعها حشيش. ماشي، وخليك انت ورا مناع، وادي دقني، ادي دقني وفلحته. لو مشيت يا مغاوري تبقى مش مننا، واللي حيمشي معاك راخر ملناش صالح بيه. همشي يا كبير، وريني هتعمل كبير على مين، وخلي والدك ينفعك، كلهم هيجروا وراي. يلا يا واد. صاليك يا مغاوري، صاليك يا واد عمي. ما ظنيش ان بعد الجواز هينفع ابعد عن نورهان، عشان كده صفيت كل اعمالي اللي ممكن تخلينا سافر وابعد عنيها. لو مشاريع مهمة تبقى خسارة. هي مهمة وأنا زعلان عليها، لكن راحة البال عندي أهم. عين العقل يا مناع يا ابني، لو قدرت ترجع مشاريعك رجعها، وأنا مش هزعل لو اتشغلت عني المستقبل. كأنك ما عرفاش إنك مشروع عمري اللي جاي يا نورهان. ربنا يخليك لي يا رب. أنا تحت أمرك في كل اللي تطلبه يا توفيق بيه، مش عايزين نضيع وقت. الحقيقة أنا مش متحمس لفكرة الجواز من غير خطوبة. الخطوبة خداعة وطول الخيط بيضيع الإبرة يا توفيق بيه، والعريس والعروسة والأهالي كمان بيظهروا على غير حقيقتهم، والكارثة بتكون أكبر بعد الجواز. أيوة، بس في أحيان كتير الحقائق بتكشف قبل الجواز. صح، والجواز بيتم برضه، بس بعد كل عيلة ما تكشف عيوبها قدام العيلة التانية، ووقتها الكل بيضحي. طب ما نضحوا من دلوقتي ونتوكل على الله. واديني قدامك اهو، خد الضمانات اللي تريح.
لا يا ابني، أنا عارف إنك مليونير، لكن الفلوس عمرها ما كانت ضمان. أنا الدين والأخلاق هم الضمان الوحيد بالنسبة لي. يبقى نتفقوا ونرمي الحمول على الله. شفت يا بوي؟ شفت صحبة المناعة نفعت كيف؟ عرفت منه كل حاجة، عرفت منه كيف يخزن التقاوي عشان ما تفسدش. شوف يا همام يا ولدي، الفرصة جاتك عشان تاخد مكان مناع صاحبك، وزي ابوه موقف جنبه انا حقف جنبك واخلي الكل يسمع كلامك. قدها وقدود يا بوي، انا مش ناقصني حاجة، وكيف مكان بيعمل مناع انا هعمل واكتر كمان. علشان تبقى زي مناع وتاخد مكانه لازم قلبك يبقى زي قلبه، حجر صوان على الاغراب، عجينه طريه على ابوه وعمه. فاهمك يا بوي، وعمري ما اخيب ظنك. يوم المنى يا ولدي، لما اشوفك راجل تهم كل رجاله. يوم المنى مغاوري معاه ولده شاهين قاعدين في المضيفة مستنينك يا كبير. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اقعدوا. بلغني ان مناع رفض يتجوز بنتك وطفش، مش ناوي يرجع تاني. لا يا كبير البندرية، ده كان جواز بدل، وانا اللي رفضت اتجوز نسمة بعد اللي حصل بينها وبين ولدك همام. مغاوري كان بيقلب ارضه وبيشتي الحشيش، فانا قلت محيط ناوي يزرع حشيش زينا نحط يدنا في يد بعض، ولا انت ايه رايك يا كبير؟ الجول جول همام، هو اللي استلم الراية من صاحبه ويعرف ازاي يزرع وازاي يخزن. يعني ايه اخلص من المناع لادي همام؟ لو مش لادد عليك بكيفك، محدش غاصبك، قالتنا طول عمرها يد واحده وما فيش نفر منيها، طلع عم طوع كبيره. وديلي قدامك اهو عم دياب، ما نطقش بكلمه واحده. انا يشرفني ان اكون طوع امر لده اخوي. وهمام يعرف ايه ما نعرفوش عشان يبقى كبير علينا بامرتي. فوضها يا بوي، ما عيدش منهدة ولا وجع قلب. هم عندهم أرضهم وإحنا عندنا أرضنا. لو كنت نفر من البندرية كان ممكن أرض حكمكم. خلاص نضمك لعيلتنا يا مغاوري. كيف يعني أبقى نفر من الأنفور؟ ده كلام؟ حاجة الله يا راجل. لا انت مقامك كبير عندينا، انا هعمل معاك اللي ما عملوش حساني معاك. هتجوز ولدك شهين لبنت زينه، وتبقى انت حبيبتي، وانا حما ولدك. قلت يا عريس زينه مليحه وزينه، وانا موافق. ايوه بس اختي ما تعيش وسط عيلة حسان، وكان ولا بد الجواز تتم، يبقى شهين يبني لها بيت وسطينا ويجي يعيش معانا هنا. والله كلام معقول. خلاص من حنبقوا عيلة واحدة، ولا هو كلام على الفاضي؟ لا كلام مليان وانا موافق. يبقى سبع بركات، مدوا يدكوا جميعا نتعاهد ونقروا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لما يا رجاله عايزين نخلصوا قبل الصبح. انا كده صح يا بوي. اسمع كلام عمك دياب وانت تبقى راجل صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك يا دياب؟ في ايه؟ مفيش، قابلت الرجاله اللي كانوا هيشتروا مننا الحشيش، لكن لقيت كلامهم ماسخ وفلوسهم امسخ، وكمان عايزين يشتروا بالتقسيط. تقسيط؟ تقسيط ليه؟
ونعرفه منين دول؟ ولما ياخدوا البضاعة مش هنشوف وشهم العمر كله أبوي. العمل كبير، طبيعي الحشيش ده اطلع أصعب من زراعته وتشوينه. واللي خلصكم من الموضوع ده أبوي؟ تبقى كبير صح، لكن قول لي هتعمل إيه؟ هتنزل مصر وتلفلف على التجار زي مناع؟ مش عايزين تشوفوني كيف مناع؟ أنا هوريكم من أحسن من مناع، بس خلي الرجالة تطيع أوامري كيف ما كانوا بيطيعوا مناع. اللي ما طاعش أوامرك بخه، وأنا هكون دراعك اليمين. بس اديني أمارة يا ولد أخوي عشان ما تودرناش إحنا التنين والعيلة تخسرنا. هملولي الموضوع ده وبعدها هتعرفوا إن أنا أحسن من مناع بستين مرة. طلباتك أوامر يا معلم جودة. أيوه ابعت انت الفلوس والعربيات وانا احمل لك من العجول زي ما انت عايز. لو عايز 300 راس يا سيدي ربنا يكرمك. ما اقول لك اوعى بس تنمل على الفلوس. مع السلامه. قلت ايه يا مناع بيه؟ عايز ايه يا معلم؟ خلصني. عاوز 100 راس واكتب الشيكات اللي انت تؤمر بيها، بس اصبر عليا لما ابيعهم واقبض فلوسهم. لو انت معكش فلوس خالص، الصلاه على النبي، عين الحسود فيها عود. الفلوس اللي معايا على قد المشال، وان شاء الله لما ابيعهم هسدد. خد الورقه دي يطلع بيها على المحاسب، هيستلم منك الشيكات ويسلمك المواشي. كتر خيرك يا مناع بيه، ربنا ما يرميك في ضيقه. احنا مش هنخلص من التليفونات دي. ايوه مين؟ ايوه انا المعلم نمر الطيب. اهلا يا معلم اباري. لا انتظر مني تليفون تاني وهقول لك امتى وفين. لا التليفون ده هيندبح خلاص من تليفون تاني. سلام. يتصل عشان اشوف له صرفة في بضاعته، وفي نفس اليوم يتصل جباري عشان عايز بضاعة جديدة. ايه الحكاية يا مناع؟ هتجازف تاني ممكن تخسر كل حاجة، ولا هتخليك في الامان؟ نجح حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حرمنا يا فندم. جمعنا ان شاء الله. في اشاره جت من مباحث القاهره بتطلب معلومات عن تاجر مخدرات اسمه نمر الطيب، ورد شحنه مخدرات كبيره للتجار في مصر. افتكرش ان عندنا تاجر مخدرات بالاسم ده. على العموم راجع الملفات واديني تمام. واضح يا فندم انها اشاره لكل المديريات، لانهم ما يعرفوش بلده ايه. ما دام مش عارفين بلده ايه يبقى التاجر ده ذكي. من الاسم ده اسم حركي وانه بيعمل تمويه. اقول لك ابعت المخبرين بتوعك في كل المناطق المشبوهه. انا برجح يا فندم انه ما يكونش من عندنا. اقول لك اسم نمر من الاسماء المشهوره قوي في محافظه جنا، وتجار المخدرات هناك اكتر. احنا نعمل اللي علينا. اتفضل حضره الضابط. تمام. نمر الطيب، يا ترى مين اللي هيصيدك يا نمر ويترجى ويتنقل من المكان ده؟ لو همام عملها صح يبقى حللنا مشكل كبير. هو بيع الحشيش بيجي مشكلة كمان؟ اديك كنت مغروز وسط عيلة حسان، عرفت مناع بيبيع الحشيش فين وكيف. امال انا هملتهم ليه؟ عشان حسان ركب مناع في غرفتنا وبيجي يسوقنا كيف المواشي. وانا ما قبلتش الكلام ده يا راجل. خلصت الجول. لو كنت وحديك دلوقتي ومعاك المحصول وزرعت وخزنت، تقدر تقول لي كنت هبيع الحشيش فين ولمين؟ محصول يا راجل؟ ده كل اللي كان هيطلع لي شوالين ثلاثه، مش كتير زي محصول العيله كله. كنت هبيعه قطاعي على مدار الحول. والله فكره زينه دي يا اخوي، كانك يعني زي البنك، الواحد يسحب منه وقت ما يعود.
فكرة عفشة ومطين أبطين. المثل بيقول وجع ساعة ولا كل ساعة. نعرض نروح لنا الخطر مع الحكومة عشان شنطة حشيش. أمان جاء. السلام عليكم، كيفك أم غاوري؟ كيفك أم غاوري؟ ها يا ولدي، يا رب تكوني توفقت. تقلقش يا بوي، كمان يومين هنقول لك هنحمل البضاعة ميتة وهنسلك من أي طريق. ليه؟ ما اتفقتش على المكان والسعر ولا إيه؟ ليه؟ غايب إياك؟ أنا اتفقت على كل حاجة، بس دي أسرار ما نقدرش نقولها قدام أي حد، ولا حتى أنت يا بوي. كأنك اتعديتني المناعة وعايزنا نمشي وراكم مغمضين حتى لو رمتنا في الهلاك. البضاعة عليتنا مغاوري وأنت مالكش فيها، وكان على العيلة هم راضين يمشوا وراي مغمضين. وإن كان مش لادد عليك الحديد ده قول من دلوق ونفض الاتفاق اللي بيننا. شوف يا همام، هتطبعك بس لما تثبت الأول إنك بتحافظ على الرجالة كلهم وبتجيب حقهم، وقتها هتتبعك بالإذن الكبير. مال الله عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسألك عن جماعة قرايبي ساكنين عندكم. اسمه إيه قريبك اللي بتسأل عليه؟ اسمه المعلم جباري عبمولة، هو منتظرني. قول له المعلم نمرة الطيب. ثانية واحدة. يا أهلا وسهلا، المعلم الجباري زبوننا من زمان، هو في انتظارك في غرفة 103. على فكرة معلم أباري، يا ريت تحافظ على المعلم نمر وتخلي بالك منه لحسن يضيع من إيدك. أديك شايف فلوس قد إيه جايب لهاله. يستاهل، يستاهل قد كده 10 مرات. قالوا لا كان زماننا مشرفين في سجن القناطر. فالله ولا فالك يا شيخ. يا اللي بتخبط. ده اكيد معلم نمر. اتفضل يا معلم نمر. يا دي النور، يا دي النور. خير؟ في ايه؟ الراجل اللي تحت في الريسبشن اللي تعرفوه؟ لا لا، ولا جيتوا هنا قبل سابق؟ لا لا. وبشكل محل اسمعوني زين. ايوه معاك. الو مديرية الامن، انا ايمن فداوي مدير لقناة السلام اللي جنب المحطة. انا بكلم بخصوص النشرة اللي جابها لي واحد من المخبرين عن تاجر مخدرات اسمه نمر الطيب. اسمع، حاول تعطلهم باي طريقة حتى لو قفلت عليهم الابواب. انا جاي حالا، مع السلامة. ايوه حسن، جهزوا نفسكم حالا. زي ما قلت لك.
عارفين يا بلدينا. لا ابدا، بس انا لقيت الضغط عالي عندي شويه. وتوصل الصيدليه اللي جنبنا دي اجيب حاجه تنزله يعني. من فين معلم قباري ومعلم نمر؟ المعلمين فوق قاعدين مع بعض المؤاخذه يعني قاعده شغل، فانا قلت اسيبهم لوحدهم. السلام عليكم. تحت امرك يا معلم، مع السلامه. اطلع. وليان احنا خصوصي، فاهم؟ مفهوم يا بيه. انتوا مباحث، بس مفيش مباحث بتدفع فلوس دي كلها. خليك في حالك واطلع على طول يا جزمة يا ابن التسمة. مباحث عليا الطلاق مباحث. يا ابوي اما عريسك ده امره عجيب، هيجنني خلاص. ليه بس يا ابوي؟ عامل ايه؟ ما هو يا اما قليل السوق، يا اما بيستعبط، يا اما فاكر نفسه داخل صفقه وخلاص. صراحه بقى ابوك عنده حق، المفروض فعلا يكون دايما معاك اليومين دول، يشوف تجهيزات الاوض، ترتيبات الفرح. يا شيخ اشوف ناقصك ايه؟ يا امي انتوا مش فاهمين مناع زي ما انا فاهماه. مناع عاش طول عمره لوحده، لا بيشيل هم حد ولا حد بيشيل هم. يعني كل اللي انتوا شايفينه مهم هو بالنسبة له مش مهم. كلام نورهان صح، مناع محتاج وقت كبير قوي على ما يتعود على حكاية الأسرة دي. حد قادر يغلبه في الكلام؟ أنا لحد دلوقت مش عارف ألزمه بأي حاجة. ليه بقى يا بوي؟ ما هو قال لك أنا تحت أمرك في أي حاجة. وإحنا هنطلب منه إيه؟ ما هو عارف بنتنا عايشة إزاي، ومش معقولة يعيشها في مستوى أقل من اللي هي عايشة فيه. لكن هقول إيه؟ السعادة حاجة تانية. وأنا واثقة إني هكون سعيدة معاه قوي. يعني منك الدوالة اللي انت فيها دي هتخليه يتمر علينا. انت خدت من ناحية الدوالة فهمت الدوالة. فاكر شكلهم؟ ايوه يا باشا فاكرهم كويس. يعني تقدر تديني اوصافهم؟ اكيد طبعا. انت تخليك هنا ولو في اي حاجه غريبه تبلغني. تمام يا فندم. وانت تاخد الاستاذ معاك للرسام، عاوز على بكره الصبح صوره تجريبيه لكل المشتبه فيهم. تمام يا فندم. العمليات عاوز بلاك تام لكل مخارج ومداخل سواج. على كام؟ على كام؟ بعدنا يوم الثلاث، انا اللي هتصل بيك بقول لك تستلم متى وفين. انت شايف الحكومه حاطه عينيها علينا في كل مطرح. انت مش هتعدي فلوسك يا سيدي؟ خليها على الله، ربنا على الخايل. يلا بالسلامه. اي خدمه ثانيه يا سيد العميد؟ توكل على الله يا ابني، توكل على الله. السلام عليكم باشا. حبيبة قلبي دي كلها أمور هينة ممكن تتلم بعد الجواز، لكن الشغل اللي في يدي ما ينفعش يستنى. شغل ريحته وحشة. ريحته زرايبي، ما يليقش بعريس وعروسة فل وياسمين. لا، يوم التلات بإذن الله، يوم الخميس هتكون دخلتنا، وبعديها هكون كتاب مفتوح بين إيديك الحلوين. تصبح على خير يا قمر. آه حلوة، عسلة. دول حقي ودول لازم يروحوا النجع من غير ما حد يدرى، بس مش قبل ما اخصم رسم المرور الصحراوي.
انا بعت الصور لمديريه امن القاهره زي ما حضرتك امرت. بس واضح من الاوصاف سيادتك انهم كانوا متنكرين. ملي على الكمبيوتر كل الاحتمالات التجريبيه لنمر الطيب من غير تنكر، وسيب بتوع مصر يشوفوا شغلهم. امرك يا فندم، بعد اذن سعادتك. مع السلامه. لكن ايه راي سعادتك؟ شكله مألوف زي كل الاشكال اللي حوالينا. الكمبيوتر هيجيب كل الاحتمالات الوارده وباذن الله نوصل له. ده لو كان في سوهاج اصلا، لانه في احتمال كبير يكون من محافظه تانية. المهم نوصل له، احنا عندنا حاجات تانية اهم من المخدرات. الو. ايوه يا معلم جباري، شكلك اتصلت من تليفون في الشارع. كويس، لان اكيد تليفونك متواجد. اسمع يا سيدي المفيد، يوم الثلاثة على الضحى يعني الساعة 11-12 التسليم في المكان اللي اتفقنا عليه شرق الفيوم. ايوه، والسيم تايه والدليل، وهتقول له فلوسك في جحر الارند، هيديك الامان طوالي ويسلمك. طيب يا سيدي، مع السلامة. يا رب فوتها على خير، دي اخر مرة. تمام. اعملوا كردون حوالين البلد وركزوا على كل العربيات الغريبة عن المحافظة. تمام يا فندم. وانت شريف؟ هو مصدق. عايزك تشوف عيلة القتيل وحاول توصل معاهم لأي معلومة عن العيلة التانية. حاضر يا فندم. صباح الخير يا أحمد باشا. صباح النور. خير في ايه؟ سيادتك بالنسبة لموضوع نمر الطيب تاجر المخدرات. ماله عملت ايه؟ عملت لسيادتك مجموعة صور لكل الأشكال المحتملة للأصل. وريتهم لحضرة الضابط شريف؟ حصل يا فندم، بس مع الأسف ولا صورة منهم تطابقت مع أي تاجر مخدرات متسجل عندنا. يبقى أكيد مش من هنا وكان محطة استلام. على العموم سيب الصور، وأنا احتمال أحتاجك في حاجة أكبر من كده. شكرا يا باشا، بعد إذن سعادتك. مع السلامة. يا نمر يا طيب، شكلك داهية وعامل بلوى مسيحة. ايه ده؟ مناع؟ عمل دلوك يا ريس همام، هنعمله ايه بعد كده؟ انه مش عارف حاجه. كيف ما عرفتش حاجه؟ يا بوي؟ انا اعرف كل حاجه، انا جاي في الميعاد والمكان المظبوط، والباقي على ربنا. هدي خلقك يا همام يا ولد اخوي، هنعمله ايه دلوك لو طبط علينا الحكومه؟ عشان كده انا قلت لكم خبوا السلاح والحشيش، عشان لو حد سالنا نقول له ان احنا من البدو من عيله ابو علي. في غواب من هناك
يا خوفي لا تكون الحكومة. خليكم انتم، حدش يتكلم غيري. السلام عليكم يا شيخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تايه ولا ايه؟ تايه، وانت الدليل. دليلك في محله. انت همام؟ ايوه انا همام، وجاهز من ما جميعه. وحقك وصلك. معلم نمر بيقول لك هتلاقي شنطة فلوسك في بحر الأرنب عند العين. دي حاجة ما عرفهاش غيرنا وهو. تفضل يا معلم استلم بضاعتك. عم دياب! معلم دياب! يا همام. خلي الرجالة تحمل البضاعة. يلا رجالة حملوا البضاعة. إيه؟ اسمعني يا همام، لازم نضمن حقنا الأول. أنا عارف كل حاجة يا عمي، أنا عارف كل حاجة. خلي الرجالة تحمل العربية. ما صغير ولا إيه؟ يلا يا عمي. كيفك يا معلم؟ الحمد لله. قول لي يا معلم، لما أحب يكون التعامل ما بيني وما بينك طوالي من غير وسيطة،